بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم المرسلين. أما بعد، أعزائي طلاب ثانوية دار الثقافة، نستكمل مع بعض اليوم إن شاء الله الفصل السابع فيزياء 2 الاهتزازات والموجات مع الحصة الثالثة البندول البسيط. تحدثنا يا شباب الحصة الماضية على أن الحركة التوافقية البسيطة لها أمثلة مثل النابض والبندول البسيط، وتعرفنا على النابض في الحصة السابقة، واليوم إن شاء الله بنستكمل مزيد من الأمثلة على النابض ثم نتعرف على البندول البسيط. قلنا إن النابض بيحكمه قانونين، قانون هوك وقانون الطاقة المختزنة. قانون هوك F بتساوي كي إكس، والطاقة المختزنة BESB بتساوي نص كي إكس تربيع. عندنا هنا مثال: ما مقدار طاقة الوضع المرونية المخزنة في نابض عند ضغطه مسافة 16.5 سنتي إذا كان النابض له ثابت يساوي 144 نيوتن لكل متر؟ طبعا هنا اول حاجة طاقة الوضع المختزنة اللي هي الـ BESB، والمسافة اللي هي الـ X او الاستطالة، بس هنقسمها على 100 عشان نحولها لمتر. يبقى عندي طاقة الوضع مجهولة والـ X والـ K موجودين، يبقى عندنا الـ BE بتساوي نص كي إكس تربيع، الـ K بـ 144 والـ X هنقسمها على 100 عشان نحولها الى متر. تطلع الناتج 1.96 جول. نشغل كده نفسنا مع بعض وأمامنا الأوراق والآلة الحاسبة بحيث ننمي مهاراتنا إن شاء الله في حل المسائل. ما المسافة التي يستطيعها نابض حتى يختزل طاقة وضع مقدارها 48 جول إذا كان ثابت النابض 256 نيوتن لكل متر؟ يبقى هنا عايزين الإكس بدلالة متر. طبعا القانون أنا المهم المعادلة عندي يكون فيها مجهول واحد، فهنا BESB موجودة والK موجودة والمطلوب بالX، يبقى BESB بتساوي نص كي إكس تربيع، يبقى الاتنين تطلع فوق والكي تنزل تحت، وناخد الجذر عشان نتخلص من التربيع كما أمامنا في المسألة، وتعوض بالآلة الحاسبة أمامك هيطلع 61/100 متر. يبين الشكل العلاقة البيانية بين القوى المؤثرة في النابض ومقدار الاستطالة. الشكل ده مهم جدا يا شباب، قلنا ميل الخط المستقيم يمثل ثابت النابض، بينما المساحة تحت المنحنى تعطي قيمة طاقة الوضع المرونية. فالمطلوب هنا ثابت النابض، الكي بتساوي الميل يبقى اف على اكس، والطاقة المختزنة عندما يستطيل ويشبح طوله ممكن نيجي عند نص متر هنا وناخد المساحة تحت المنحنى، أو نطبق في القانون نص كي إكس تربيع. يبقى عندنا الميل دلتا إف على دلتا إكس، ناخد أي قيمتين يبقى واي 2 ناقص واي 1 على إكس 2 ناقص إكس 1، هيطلع 20 نيوتن على المتر بالشكل اللي كان أمامنا. يبقى هنا ممكن طالما المنحنى بدأ من نقطة الصفر ممكن نقول طبعا هنا 12/6 هيطلع 20. الطاقة المختزنة في النابض يبقى يساوي المساحة تحت المنحنى، يبقى نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في نص في 10 نيوتن. نرجع للمنحنى تاني عشان تقدر تتعرف، يبقى هنا نص، عندنا نص، والقوة هنا كانت 10 نيوتن، يبقى نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في نص في 10، طبعا هتطلع 2.5 جول، لأن مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. حصة اليوم إن شاء الله بنتعرف فيها على البندول البسيط. ما هو البندول البسيط؟ وما المطلوب في البندول البسيط؟ وهو حساب زمن دورة بندول بسيط. أمامنا العلاقة: يتكون البندول البسيط من جسم صلب كثافته عالية يسمى ثقل البندول، معلق بواسطة خيط طوله L، وعند سحب ثقل البندول جانبا يبدأ يتأرجح يمينا وشمالا. وهنا بنقول ان يعني بتنطبق قوانين البندول في زاوية في حدود 10-15 درجة. العوامل التي تؤثر في ثقل البندول، طبعا الخيط اللي هو قوة الشد الموجودة فيه، الجاذبية جي. طبعا هنا نقدر نتعرف على كمان التسارع والسرعة في البندول البسيط، على نقطة الاتزان وعلى الموضع الأيمن والموضع الأيسر. في نقطة الاتزان طبعا بتبقى السرعة أكبر ما يمكن، هنا زي ما الأرجوحة. طيب هنا التسارع بيكون أكبر ما يمكن في عندما يكون الجسم عند أحد نقطتي الثبات،
عند أقصى نقطة من ناحية اليمين أو أقصى نقطة من ناحية اليسار. وعندما يصل الجسم إلى أقصى ارتفاع أو أقصى سعة، هنا بيتوقف الجسم وتبقى السرعة صفر. الجدول اللي قدامنا هنا بيوضح حالة البندول البسيط. المطلوب في البندول هو الزمن الدوري للبندول البسيط، الزمن اللازم لأن يقوم به البندول لعمل دورة كاملة. نشوف معادلة البندول. التي بتساوي 2 باي جذر ال على جي. من التي الزمن الدوري للبندول البسيط، والال طول البندول، والجي تسارع الجاذبية. يبقى هنا البندول البسيط أمامنا، يبقى ما العوامل التي يتوقف عليها الزمن الدوري للبندول البسيط؟ عندك ال والجي، دول عوامل بس، مفيش عوامل تانية. لا تقول لي كتلة ولا ساعة اهتزاز ولا أي حاجة، ال والجي. وطبعا هنا ال تي يتناسب مع جذر ال، أو ال تتناسب مع مربع الزمن طرديا، بينما جي عكسيا. فالعلاقة هنا طبعا بين التردد والزمن الدوري، التردد مقلوب الزمن الدوري، احنا عارفين الكلام ده من قبل كده، لأن التردد عدد الدورات على الزمن، والزمن الزمن على عدد الدورات. وهنتكلم على العلاقة دي إن شاء الله بالتفصيل في أجزاء قادمة بإذن الله. هل يعتمد الزمن الدوري البندول بسيط على كتلة ثقله؟ وهل يعتمد على طول خيطه؟ وعلى ما يعتمد الزمن الدوري للبندول؟ احنا قلنا هو عاملين بس، لا يعتمد الا على الكتلة لا والساعة لا، اهم حاجة طول الخيط والجاذبية فقط، هما دول العوامل التي يعتمد عليها الزمن الدوري لبندول بسيط. يعني احنا لو طلعنا على القمر الجاذبية اقل، فبالتالي الزمن الدوري يزيد، لكن لان علاقة عكسية. هنا استخدم البندول لحساب جي اذا كان الزمن الدوري لبندول بسيط طوله 36.9 سنتي، هنقسمها على 100 عشان نحولها متر، يساوي 1.22 ثانية. فما مقدار تسارع الجاذبية؟ هنطبق القانون. طبعا هنا ادا طول الخيط، وعندي تي بتساوي 2 باي جذر ال على جي، فاللي مطلوب هنا جي. ممكن طبعا بتفعيل الرياضيات في الفيزياء نقدر نربع الطرفين اول، فيبقى التي تربيع بتساوي 4 باي تربيع ال على جي، وبعدين نجيب الجي تطلع مكان التي والتي مكان، فتبقى جي بتساوي 2 باي كل تربيع في ال على تي تربيع، ونبدا نعوض وتشوف تسارع الجاذبيه عند هذه النقطه بيطلع تقريبا 9.78 متر على الثانيه تربيع. قدامك المساله، واهم حاجه تعوض صح ويكون عندك مهاره في استخدام الاله الحاسبه. يبقى قلنا البندول البسيط قدامنا خيط طوله ال، يحسب الزمن الدوري من العلاقه تي بتساوي 2 باي جذر ال على جي. طبعا الزمن الدوري للبندول يعتمد فقط على حاجتين، طول الخيط وتسارع الجاذبية. مثال تاني، اذا كان الزمن الدوري لبندول بسيط طوله 36.9 سنتي، فما مقدار تسارع الجاذبية اللي احنا شفناها قدامنا شوية، اللي عايز يصور او اللي عايز يتدرب عليه. ما طول بندول موجود على سطح القمر؟ الجي 1.6 حتى يكون الزمن الدوري 2 ثانية. يبقى اللي مطلوب هنا التي الطول ال. هنكتب المعادلة ونربع الطرفين ونقدر نجيب ال. يبقى التي بتساوي 2 باي جذر ال على جي، ونقدر من هنا نربع الطرفين، فيبقى ال بتساوي الجي تي تربيع على 4 باي تربيع، هيطلع 16 من 100 متر. على حسب قدامك والرياضيات وربع الطرفين ان شاء الله تجيب النتيجه بسرعه. اذا كان الزمن الدوري لبندول طوله 75 يساوي من 100 متر يساوي 1.8 ثانيه، فما مقدار الجي على هذا الكوكب؟ ضرب عليها يلا نفس الكلام اللي حليناه، يبقى على طول الجي بتساوي 4 باي تربيع ال على تي تربيع، وتعوض هتطلع 9.1. ما مقدار التغير اللازم في طول بندول حتى يتضاعف زمنه الدوري؟ احنا اتفقنا ان الزمن الدوري يتناسب مع جذر ال، تمام. وما مقدار التغير اللازم في طوله حتى يقل زمنه الدوري الى نصف زمنه الاصلي؟ نفكر فيها كده ونشوف. يبقى هنا البندول البسيط التي بتساوي 2 باي جذر ال على جي، يبقى التي تتناسب طرديا مع جذر ال،
يبقى عندما يتضاعف طبعا هنا ما التغير اللازم في طوله، يعني عند تضاعف الزمن الدوري فإن طول البندول هنا يتضاعف 4 مرات. قدامنا العلاقة يبقى يتناسب طبعا هنا الزمن الدوري مع جذر الطول، مش مع الطول، مع جذر طول الخيط، مع جذر طول الخيط. يبقى هنا ما مقدار التغير اللازم في الطول؟ يبقى احنا عشان نجيب التغير اللازم في الطول يبقى نربع الزمن الدوري، يتناسب الطول مع مربع الزمن الدوري. فانت عايز الزمن الدوري يزيد بالضعف، يبقى الطول يزيد 4 أضعاف. لتقليل الزمن الدوري النص طبعا يبقى الطول الربع بالمثل، يجب تقليل طول البندول يساوي طول او ربع الاصل. الى هنا ننهي حصة اليوم يا شباب، متمنيا لكم التوفيق، نلتقي في حصص قادمة بإذن الله، والسلام عليكم.